زعماء وقادة أفارقة شاركوا في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي عبروا عن تقديرهم العالي لما جاء في كلمة الرئيس الصيني شي جي بينغ من تعهدات واضحة للمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية في القارة السمراء، حيث تعهد الرئيس شي بتحقيق تنمية يمكن أن يراها ويلمسها المواطن الأفريقي بنفسه، وذلك في الجلسة الافتتاحية للقمة. من جهته وفي لقاء مع مراسل شبكة تلفزيون الصين الدولية في مقر السفارة التونسية في بكين، ثمن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مواقف الصين ووصفها بالمواقف الحقيقية والصادقة التي تنطوي على دعم عادل وشفاف يصب في مصالح الشعبين الصيني والإفريقي ونهضة القارة الإفريقية. أعتقد أن المنتدى يعني الأرقام الكل الأرقام تشهد أن المنتدى كان منتدى ناجح منذ انطلاقه في سنة 2000، يعني تقريبا الحجم تضاعف 17 مرة، يعني من 10 مليار إلى 170 مليار دولار. أعتقد حضور إفريقي مهم في هذا المنتدى يؤكد أنه أيضا منذ سنة 2015 أخذ المنتدى ربما حجم آخر وحجم جديد. إعلانات مهمة أيضا وقع الإعلان عليها البارحة من طرف الرئيس الصيني، يجب على الدول الإفريقية اليوم أن تشتغل ل معناه تفعيل هذه الإعلانات وهذه القرارات حتى تنتفع بها في اتجاه علاقة يعني وين وين كل الطرفين يمكن أن تنتفع من هذا المنتدى ومن هذه القرارات. بعد انتهاء أعمال القمة بدأت الوفود الإفريقية وخاصة قادة رجال الأعمال والاقتصاد في جني ثمار مشاركتهم مع نظرائهم الصينيين في فعاليات منتدى بكين للتعاون الصيني الأفريقي، حيث وقعت تونس وثيقتي تفاهم مع الجانب الصيني تتعلق الأولى بتطوير وتنمية منطقة اقتصادية في جنوب البلاد، أما الثانية فهي بخصوص قيام شركة سيارات صينية بإنجاز وحدة تصنيع لإنتاج السيارات في تونس. وقد عبر الكاتب الأول في وزارة الشؤون الخارجية التونسية الذي شارك بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الصيني عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلاده والصين ودور الصين في دعم والنهوض بعملية التنمية في القارة الأفريقية. الحقيقة ما أعلن عليه الرئيس الصيني شي جين بينغ من مبادرات ثمانية كلها تنصب الحقيقة في دفع التنمية، فهي من جهة يعني تعنى بتطوير القدرات البشرية والقدرات التنموية وكذلك التعاون البشري، وفيه التعاون الطلابي والتعاون أيضا الثقافي، وهذا ينم على هذه الرؤية المتكاملة في التعاون الحقيقة. فهو ليس تعاون فقط تجاري أو تعاون اقتصادي. الكلمة ربما التي راجت كثيرا في هذه في اليومين الأخيرين هي مسألة التعاون يعني رابح رابح وين وين، باعتبار أن الجانب الصيني والجانب الأفريقي سيكونان في هذا في هذه التجربة كما هي حقيقة القاعدة التي عليها تبنى العلاقات بين الجانبين، سيكون كل طرف رابحا فيها.